ايه ده؟ لا مش ده الريموت بتاع التلفزيون؟ حطه في التلاجة ليه؟ خايف عليه اللي يسيح؟ الواد ده مجنون رسمي، والله مجنون، انا مش فاهم دي ايه؟ ده شيء زاد عن حده يا حبيبي. ملاك نايم وسط الزبالة في كده في كده، وايه دي؟ ايه دي؟ حد ينام و يخرب بيت عقلك، ايه ده؟ كوتشي دي المنوم اللي بتنيمه؟ هو نايم حاضنها كده ليه؟ وايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه يا بابا ده؟ هو كل يوم كده سجاير وشاي على الريق؟ انت بتشرب سجاير كمان؟ لا مش انا دلوقتي، سيد. سيد مين؟ سيد سيكا صاحبي. وسيد سيكا صاحبك بيشرب سجاير بره ويطفيها في بيتي؟ اصل البيت عندهم ضيق. انت بتهزر؟ لا لا بتهزر يا هاني، انت تعبتني. قوم قوم من وسط المزارع اللي انت عايش فيها دي. طيب حاضر. قوم. طب يا بابا حاضر وانت قاعد قوم. طب اثبت يا بابا. اثبت ليه؟ عشان احط دول هنا في الكوبايه. امال ارميهم في الارض؟ لا ارميهم في البتاع اللي بنشرب فيها. يا معفن يا معفن، حرام عليك. وايه دي؟ جزمتي. ما انا عارف انها جزمتك، وانا قلت شكتتك واخدها في حضنك. ليه؟ ليه؟ ارحمني ارحمني. يلا اتفضل قوم اتفضل قوم. بقعد ادور عليها الصبح دي كتير. طيب اهي مش على السرير. اتفضل قوم. طيب طيب خمس دقايق خمس دقايق اخطف حلم سريع وارجع لك. ترجع لي فين يا ولد انت؟ انا هفضل واقف لك لغايه ما ترجع لي. قوم. طب اهو قوم. قامت قيامتك. ما انت كده يا اخويا، يا مضروب يا مرفوض يا نايم يا في الحمام. طب هو الحمام فاضي بقى ولا اتصرف انا هنا في اي درج؟ لا انت بتتصرف في الادراج. امال اتصرف في البلكونه؟ والله البلكونة أرحب في الهوا، إنما في الإدراك في الكتمة الله يخرب بيتك وبيت قرفك. اتفضل. طيب. الحمام فاضي. طيب. خلصنا المية. طيب. يلا بسرعة. طيب. في ديلك هتلاقيه في ديلك. طيب يا أخوي الصبح كده. ما تستعجل مراتك يا جمال يا ابني. لا سيبك من مراتي دلوقتي يا بابا، انت عارف حامل يعني وكده وتعبانه وبطنها كبيره، بعد ما وضبت البيت تعبت نامت. طب معلش خليها براحتها. هات لقمه يا جماعه. ايه ده العيش بايت ليه كده؟ ده فول ده عيش ماشي، جبنه مربى يخلص على طول. ما تقعد تاكل زي بني ادمين يا اخي. يا بابا عادي، ما في بني ادمين بيفطروا هم واقفين عادي. يا سلام، وانت عندك رد على كل كلام؟ تسيبك منه بابا، ده بني ادم مقرف. ما جيمي ايه نسيت ولا ايه؟ سيبه براحته يا بابا. كل ده كده. طيب الحمد لله. ما تقفل الباب زي البني ادمين يعني انت. ما في بني ادمين بيرزعوا اللبان عادي يا بابا. الله. طب ما فيش مقلي بقى؟ امشي امشي. مش عارف اعمل ايه مع الواد ده، انا غلبت معاه. طلقني لو مش عاجبك طلقني. ايه ده؟ يو يا سارة عليكي. ايه يا بنتي؟ تي 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 نازلالك بقالك ساعة عمالة تقولي ثانية واحدة، هو خبط عربيتك ده هيجي على دماغي؟ نهار اسمه السجاير. هو انت يا اخي خضتني؟ امال بابا فين؟ نزل من بدري. انت لسه ما لبستش؟ روحي البسي يلا بسرعه تقتلنا. مش عايزه اروح تدرب السباحه ده. دي بقى اسوانك كل يوم. طب انا بقى هتصل ببابا وهو منك ليه، هو يتصرف معاك. يلا يلا امشي. كلميه. ايه بقى يا عمر، احنا مش كنا خلصنا من الموضوع ده ولا ايه؟ ما تزعلنيش منك. مفيش يا بابي يا بابي، اندهني شيرين. هاي شيرين، ايه اخبارك؟ ايه ما استلمتيش العربيه بتاعتك من التوكيل؟ مش مهم، انا هفوت عليكم كده ولا كده بعد الشغل ونروح نتغدى في النادي. باي. مالك يا خيرت بيه؟ عمر مغلبني وشيرين تصرفاتها طايشه،
تصور انها خبطت العربيه بتاعتها مره تانية. طب ما اجيب لها سواق واخلص. سواق ايه بتاعي؟ دي كانت طفشته من اول مشوار. طبعا عندنا سواق، عملنا بيه ايه؟ ولا سيكا حبيب قلبي. انت فين؟ انت كمان انا ما عدتش عليا الصبح ليه وانت جاي؟ ما كنت هنا. ها ايه الاخبار؟ تمام. استاذ نادر قال عليك الدنيا. لا يا راجل. طب انت قلت له ايه؟ ايه؟ طب كويس انك قلت له كده. يلا طب خش. استنى لما هيجهز الاوردر. استنى منك لو ايه؟ فاكر نفسك بتشتغل في تكية؟ ايه اللي جالك متاخر؟ انا ده سيد اللي جاي متاخر. انا هنا من الصبح بدري. طب انجاري شوف شغلك. حاضر. تعال هنا. تعتبره ده اخر انذار ليك. فاهم؟ فاهم؟ فاهم. خلاص انا قلت له هو مش هيعمل كده تاني. بعد اذنك بقى اروح اغير هدومي لحسن زمانها مبلوله. بعد اذنك خد سي دبليو سي ثانية بس واجيلك. اوكي يا حبيبي. فحشيني. عيب لما نتجوز الاول. شفت في اخلاقك. شفت. لو سمحتي كوباية مية؟ ايوه. كوباية مية. كوباية مية. ايه ده؟ سميرة. سميرة رهيب. زكي عامل ايه يا حبيبي؟ اخبارك ايه يا سمسم؟ عاملة ايه؟ ايه اخبارك؟ انت اخبارك ايه؟ الحلاوة دي لفيتي ودورتي وبقيتي قمر. ايه ده؟ خطبتي؟ ليه يا شيخ؟ اه والله فاكر الواد شكري زميلنا في الكليه. شكري؟ شكري السيد؟ ايوه. لا لا بتهزري. الواد شكري ابو ست حروف طايرين. اعمل ايه ما تقلش غيره. لا اخشى عليكي اخشى عليكي. بصي تعديت منه كنت هقول اخشى عليكي. معقوله كده؟ يا حبيبي. فاكره يا بنت؟ فاكره لما كنت بتهربي من المحاضرات وتيجي تقابليني في حمام الرجاله الحريمي؟ فاكره؟ شكري؟ ايوه عارفه فاكره. انت كل شويه هتفكريني بيه. فاكره الهتم ده؟ ولا فاكره لما سوسته الجيبه بتاعتك اتقطعت وفضلت مداري القطع بايديا لغايه ما روحت البيت؟ شكري. ايوه فاكره. شكري فاكره. ولا فاكره فاكر انت بعد ما كان بيطب فجاه علينا؟ يا لهوي دي كانت ايام. بس ده كان في سنه ثالثه. بس انا بتهرب. شكري انت كنت عايزه ميه؟ ها اجيبها لك بتلج ولا من غير اي حاجه؟ طيب ثواني. شكري. ايوه شكري يا سيدي. ازيك يا شكري؟ ده احنا لسه كنا في سيرتك حالا دلوقتي. ازيك يا شكري عامل ايه؟ اهلا. الله. طب ما هو زي ما هو ما اتغيرش بيجي فجاه برضه. اه ازيك يا شكري؟ اهلا يا تيت. فاكر فاكر يا شكري ايام الجامعه لما كنا بنتلم كلنا في المكتبه بنقعد نقرا؟ بس انا عايز اقول لك حاجه. انت يا زين ما اخترت. يا زين ما اخترت سميره بهيج. ذكريات. ذكريات زباله يا زباله. بذكرياتك الزباله دي يا تافل. طول عمرك تافل. طول عمرك تافل. لا 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 انت فهمت ايه؟ انت فهمت غلط. فهمت غلط. اه دي كانت عايزه ميه. هي المشكله في الميه؟ صدقني ثلاث سنين يا دتمه. يا دتمه مفيش بوسه وانا خضك بوسه. كتير يا شكري. ثلاث سنين على سميره كتير. ده انت متاخر يجي سنتين وست شهور يا راجل. شفت المصيبه؟ معلش معلش مفيش مسؤول هنا يا جماعه. مفيش مسؤول. مسؤول يا جماعه. مسؤول. ايه اللي بيحصل؟ عطك المسؤول في ايه؟ تعبتك. انا رحت الدبليو سي ثلاث ثواني. ثلاث ثواني ما اتاخرتش. ثلاث ثواني لقيته قاعد بيقول لها ثوتت. ولما كنت ماسك لك الثوتة وزمن الثوتت اتفتح. ايه حصلت؟ هفهم سيادتك. هفهم سيادتك. هو مش عايز افهم حاجه. هو خاطب واحده اصلا زباله سوسته. اعملها ايه؟ جيب لي حقي يا باشا. جيب لي حقي. حصلت بره. بره مش عايز اشوف ايدك تاني هنا خالص. ده انت زباله وهي اذبل منك. بره. وانت فوتك وقع الدهان من على الحيطان. بره. ايه يا حازم؟ انت هتقعد تقطع في الورد؟ حرام عليك ما تسيبه في حاله. الله. ام الورد اتعمل ليه؟ مش عشان يتقطف؟ احلى ورده لاجمل بنت في الدنيا. اه ميرسي قوي. دي سارة. يلا بينا نمشي بقى لحسن تزعل. يلا بينا. مساء الخير. ازيك يا بابي؟ طب مال عمر راح فين؟ بابي. اهلا يا عمر. ازيك؟ ازاي التمرين يا حبيبي؟ كويس بس البسين برد قوي. انا جعان. طب يلا ناكل. بابي قولي لسارة كل سنة وهي طيبة عشان عيد ميلادها النهاردة. والله كل سنه وانت طيبه يا حبيبتي. وانت طيب يا انكل. انا همشي بقى عشان الحق اجهز نفسي. هستناك النهارده. اوكي. وانت اوعى تتاخر لي. اوعى تيجي بعد ما عيد الميلاد يخلص. ها يلا باي باي. باي باي. الحمد لله. قوم سيادتك فاهم. من فضلك هات لنا الغدا بسرعه انا مستعجل. طب همشي انا بقى. اوكي يا حازم اشوفك في العيد ميلاد. باي باي. ايه ده يا عمر؟ انت لسه بتلعب بالبتاع دوت من صباحيه ربنا لغايه دلوقتي؟ اتفضل ادفي الزفت ده وتخش انام على طول. خمس دقايق ونص دقايق ولا دقيقه واحده. كلمه ورد قطار. تخش تنام دلوقتي اهو. اتفضل. ها
انا حاليا منين ولا منين؟ Thank you.